تتابعون على شاشة رؤيا بعد نشرة الأخبار مباشرة الحلقة الثالثة من برنامج بين قوسين، البرنامج الذي يسلط الضوء على خطوط حمراء لم يتم التطرق إليها بشكل علني في المجتمع الأردني من قبل بطرح جريء ومثير ومشوق. ويهدف البرنامج الذي تقدمه الدكتورة ولاء الفروخ إلى توعية المتابعين بمخاطر هذه الحالات الاجتماعية. وتم اختيار قضايا برنامج بين قوسين من قلب المجتمع، حيث تتناول الحلقة الثالثة التي ستعرض بعد نشرة الأخبار مباشرة قضية التبرع بالقرنيات ونقلها من متوفين إلى آخرين كادوا أن يفقدوا بصرهم بسببها. أسعفنا لمستشفى الجامعة، كان في استقباله أخو له مناوب في المستشفى طبيب، ووصل متوفي رحمة الله عليه. كانت الصدمة في بداية أول ما شفته، فحصت قال لي عندك قرنية مخروطية. بعدين رحت على مستشفى الجامعة وقدام الطلب، وبهاي الفترة ظليت متغلب من النظر، كنت أروح على المدرسة ما أشوفش اللوح كويس، ما كنتش أروح أطش مع أصحابي كثير.